السيد رئيس الجمهورية وهو يحيي عائلة الأبطال الذين شرفوا الجزائر في أولمبياد باريس 2024، كانت له دردشة مع أوليائهم. كما تبادل السيد الرئيس أطراف الحديث مع الطاقم الفني الذي أشرف على تدريب أبطال الجزائر. رئيس الجمهورية كانت له أيضاً دردشة مع أبطال الجزائر الذين رفعوا الراية الوطنية في الألعاب الأولمبية.